اقليم تيزنيت، حنا تعاونيه مختصه بالمنتوجات المجاليه كاركان، والحاجه المختصه فيها بزاف هي حنا كنتجو اركان بزاف، كنتجو اركان الاكل واركان التجميل، زائد المنتوجات المجاليه كسكسو، الزميطه، الكحال بكل انواعه ديالو. وحنا تعاونيه اليوم كنحتفلوا بمدينه الرباط بالمناسبة ديال السنة الأمازيغية اللي سيدنا الله ينصرو خلاها لنا كسنة رسمية وعطلة رسمية، وكنقول لهم سنة أمازيغية إغودان جميع الناس جميع المغاربة، كنقول لهم سنة أمازيغية إغودان إيزيل. وحنا تعاونية هنا جينا كنقدموا ورشة على أركان بطريقة ديال الإنتاج ديالو من الإنتاج من المادة الأولية إلى حتى كيصبح زيت أركان. السلام عليكم، من خربوش رئيسة التعاونية بتفيلة نقرة جماعة المعدر في تيزنيت. حنا أنا صانعة صياغة الفضة، حنا مكنين شكات الخيرة كيسنمت شكات الرباطة كيسنمت كيسنمت العصا صنيعتنا كيسنمت العصا تيزنيت كيسنمت العصا الشبكة الإقليمية الإقتصادية الإجتماعية تضامني في تيزنيت. المهم الخيرات صراحة عريس صفراحة شكون ريان رزمي العزات نحو ريان رزمة فراز صنيعتنا حسا قبور طفولكي وكان لكي جايحة صانعة الحمد لله الخير أرقص أرقص الدوار حرقت سكرح الجديد أرسكرح المعارض أرسكرح التسويق تسويق على الانترنت الحمد لله بخير وعلى خير أرد تشكر حميد مليح كلو تابعاني تشكر شوف تي في شكرا شكرا بزاف الصراحة غالي تبين الشباب من غيلات بزاف تشكر حد نيس زعا تاضون غيلازي قلب نسكولوس تقليدي يعني اورين قار تقليدي صافي قال لك نقول زعما الشباب غير لازم. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله، معكم ماريا اوباد رئيسة التعاونية لسائد المقدم وكاتبة عامة بالشبكة الإقليمية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بإقليم تيزنيت. جينا اليوم نشاركوا مدينة الرباط نشاركوا بمجموعة من الورشات اللي بينهم الورشة ديال الأركان والورشة ديال الأملو والورشة ديال النقرة والورشة ديال الأسطى. جينا نشاركوا مع الناس ديال الرباط ونشاركوا معاهم الثقافة ديال الأمازيغ ونوريو لهم أركان كيفاش المراحل ديال الأركان ومنين المراحل اللي كيدوز منها أركان وأملو وكيفاش كيتصايبوا كيفاش كيتصايبوا الزرابي بالمنسج وكيفاش يعني مجموعه ديال الثقافات ديال الامازيغ. وبهذه المناسبه كنقولوا للسيد ما شكرا بزاف حيت ولا هاد العيده ولا الاحتفاليه ديال راس السنه الامازيغيه ولات رسميه الحمد لله ودار سنتو حاتيني حي مزيغني النحل انا سنتيني حاس بوسن ونا مباركي ياتي تفلوني شكش مربي سيدنا الصحة السلام تاك نحفظ ربي تنمير تنم نكي اسمي فاطمة يحل النواحي نتزنيت الزاوية سيدي وكاك نكني الخير هذا استوا نتوضوت ارتن تعدال زيك كوريكي غيلا من الوالدين ناح من الجدود ناح قسن تعدال يعدل إسلهام تجلوبة لازياف مقرزيان الزيفين السوستي كل شيء الخير درت اللي انت عدال لكن احتضت إيه رينح أوا غيلا الحمد لله إلا نتسول ولا إني ورسول بهريقي غيك اللي رسول مزا رسول غيك اللي
لساد لي السمزيك كل خير هاد النور تاع حلوه راه تنح استواند نتاع دالك نبكري ارت نتعاون ارقيس نتعاون حمس البعض لو ما كاين اللي عندهم انت مغارين ارت نو برقيس سكر نتا ولا راه كيحكوا له عدل الخيره والسلام هذا الشيء اللي كاين اسقسم اينو اسقسم الجديد كان ويش الحين ولا الجامع المغاربه راه نتشكر نتشكر كلهم الدغدي ما قارن حماس والمقارة دي كان سعديت فلاح يشكش مربي سوافو الكي يا وياح ديمي ونزار فلاح يغيط أضع دي غيط سيد ربي ونزار شوية 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 ماشي بزاف هادشي التقليدي راه قليل هذا ستة كاع مش هذا ستة كاع ما كاينش ما بقاش مازال بزاف غير دابا كيديروا بحال الديكور صافي ما دوك الجلال ودوك الزياف ما كان اللي كتغطى بهم مازال هادشي كلشي مشاي مشاي مقرط هو خصكم خص الناس يحافظوا عليه سميتو وريه ثاني البنات والعيالات ديال دابا والعيالات الصغار والكبار ولكن ما كان اللي يبغوا يعلم داكشي ايوا هادشي اللي كاين